لو فوق لو 80 فوق سنة؟ 80 سنة هقيسه في العيادة، لو في العيادة المفروض يبقى أقل من 150 90. طيب لو أنا تمام. قسته في العيادة 150 90، أقول له حضرتك قيس في البيت لمدة أسبوع، لو قاس في البيت لمدة أسبوع أقل من 145 85 نورمال، تمام. أكتر من 145 85 يبقى هياخد علاج، أو لو واخد علاج يزود العلاج. طيب لغاية دلوقتي احنا متفقين مع بعض، انا بتكلم ان كونسيدريشن للديابيتس بقى. تايب 2 طبعا حلو. بتهيألي مش هيفرق. تايب 2 بص، الديابيتس والهايبرتنشن واي اند اورجان دامج احنا بنمشيهم زيهم زي العادي، انه يبقى في العياده اقل من 140 90 وفي البيت اقل من 135 85. ده على النايس. بس انا بتهيالي، انا كنت ونراجعها مع بعض هنا، انا بتهيالي ان هم كانوا عاملين كونسيدريشن وبيفرقوا بين التايب 2 والتايب 1 كمان. يعني التايب لا لا قالوا ان احنا عملنا ستادي في التايب 2 وطلع ما فيش، يعني التايت كنترول ده ما نفع، يعني زي اللي عمل زي اللي ما عملش، يعني من الاخر ما عملش اي حاجه. هو ما فيش سايت كنت. لا لا انا بينما في التايب 1، لا التايب 1 كانوا بيعملوا تايت كنترول وبينزلوا ال، طب شوف نشوف انا مش عارف هي كانت مكتوبة فين، بس احنا قرأناها قبل كده يا شباب والله. إيه طيب، طب انا اقول لك على حاجة، هنا نكتب هات 100 الكوري اللي بتاع 135 السكيدول اللي فوق ده، 85 اللي هو بتاع البلاد بريشر نفسه، اللي هو الجايد لاين، لو كذا اي اهي دي كذا، اهي لو كذا لا اهي اهي يا فندم، جت اهي، سبحان الله. هنا بيقول لك فور بيشنت وذ تايب 1 دايبيتس النايس ريكومند، بتقول ايه الانترفنشن ليفل اوف ريكومنديشن بلاد بريشر مانجمنت شود بي ده في تايب 1 135 85 تمام، والتايب 2 هو كاتبها فوق، هنرجع لها دلوقتي. طيب unless بقى انه كان ادلت والتايب 1 دايبيتس وعنده قلبي منوريا او two or more features of metabolic syndrome or in which case should be 130 على 80. هو ده اللي انا فهمته، ان هو يعني لو عنده end organ damage انزله شوية، لو type لا 1 مش انزله كل شوية. الاند اورجان ده، مش لا لا دي خاصه بالقلب منوريا. ان احنا في القلب منوريا بننزل العيان ل 130 80 عشان بنخاف على ان يزيد القلب منوريا يمكن في هو التايب. قصده هنا قصدك امبلاتوري يعني، فهي مش هتختلف إيه عن ما احنا هو ده قلنا. بيتكلم 135 85 بيتكلم على الهوم ريدنج. طيب اقول لك على حاجه، طب هنا بيقول ان نايس ريكومند بلاد بريشر تارجت اقل من 140 90 في التايب 2 دايبيتس، تهيألي لا هو بيتكلم على الكلينيك بلاد بريشر، بس انه التايب 2 هنا شوف دكتور نادر هو كاتبين هنا ايه، بيقول لك انه البيشنت دايبيتس ميليتس هاف تراديشنالي هاد ذير بلاد بريشر كنترول مور اجريسيف تو هيلب ريديوس الاوفر اول كارديو فاسكولار ريسك. هاويفر في 2013 عملوا زي ما تقول، كان عملوا ستادي كده، فهنا بتقول ايه ات كومبير البيشنت هو هاد تايت بلاد بريشر كنترول، يعني خلوهم على 130 85 with عملوا كومبير مع الناس اللي هم اللي كانوا على شغالين على ايه، على 160 90 او 140 90 او 160 100. هنا بيقول ايه انه البيشنت هو وير مور تايت كنترول سلايتلي ريديوسد الريت اوف ستروك، يعني ما كانش فيه فرق بات اذروايز يعني ما كانش سيجنيفيكنت. فعشان على ضوء ذلك انه نايس قالت انه انا خلاص بالنسبه للدايبيتس تايب 2 خليني 140 140 90 زيه زي الاذر بيشنت من اللي من غير دايبيتس. ده اللي انا فاهمه ان هو تايب 2 يعني مش بيفرق قوي، بينما تايب 1 هم نزلوا شويه التايب 1 60 يعني بدل 140 خلوه 135 85، ولو هو بقى عنده اند اورجان دامج بنزله اكتر. يعني بيتهيألي مش هي دي البومينوريا او فيتشرز من اثنين او ثلاثه ميتابوليك سيندروم قصده كده اللي هو الاند اورجان دامج. لا هو عشان القلب منوريا دي ريسك فاكتور تحديدا عشان قلب منوريا. للكاردياك بيس، ان هي تمام ده ريسك فاكتور للكورونري ارت ديزيز.
طب ديبندنت. يبقى 135 85 يعتبر اللي هو تايب 1، ان هو اند اورجان يعني اعتبره كده. مش بص انت لو هو ده مع تايب 1 بس، لكن مع تايب 2 مش سامح بالقصه دي حتى لو في قلبي منوري. يعني انت لو طلع لو جبت الكوريكولم اللي هو بتاع الضغط دوا، امتى اللي هو تايب 1 وتايب 2 وامتى تديله العلاج، هتلاقيه هنا مش بقى قايل لك، حتى قايل لك فوق 80 او تحت 80 وعنده كومبليكيشن. قصدك ان جنرال. بالظبط، هو كاتب هنا قصدك على ده. هو ده موضح، لكن هو اللي فوق اللي هو ملون ده مش عارف هنا ولا مش لا موجود هنا. موجود، قصدك على ده صح؟ لا التاني اللي هو بيحدد يقول لك وان من كذا لكذا، تايب 1 اللي هو تايب 1 وتايب 2، الهايبرتنشن نفسه مش الستيجز، مقسمه ستيج 1 وستيج. هي دي بتهيألي اللي انت قصدك عليها، الستيجز. ممكن بس هي كان رسمها قبل كده. ماشي هي بص لما تقرا يمكن في الستيجز. دي اللي انت قصدك عليها، دي اللي انت قصدك عليها. تمام، بص اقراها كده. هنا بيقول الكلينيكال ريدنج اكتر من 140 على 90، انا اعمل ايه؟ اعمل امبلاتوري، اعمل امبولاتوري. لو طلع اقل من 135 85 ده يروح، لو طلع 100 اكتر من 135 85 هنا يبقى ده ستيج 1 هايبر تنشن. ستيج 1 هايبر تنشن لو هو فوق ال 80 هكومنس دراج، اقل من 80 سنه لو عنده تارجت اورجان دامج او عنده كارديوفاسكولار ديزيز او عنده رينال ديزيز دايبيتس او عنده 10 سنين كارديوفاسكولار ريسك 10 او اكتر، يبقى بقى برضو اديله دراج. بينما اللي هو الستيج 2 ان هو معدي 150 95 ده على طول من غير اي حاجه اضافيه هدخله بقى على طول على التريتمنت. فهنا في كونسيدريشن للديابيتس، لو هو تايب 1 هيبقى يعني لو كان ديابيتس مثلا وبلاد بريشر عنده معدي 35 85 يبقى انا لازم اوفر تريتمنت على طول. يعني لو هو كمان سنه، طبعا هو طبعا هنا بيتكلم انه الهايبرتنشن ستيج 1 لو تحت 80 سنه، فوق 80 سنه بتهيألي اوفر دراج، تحت 80 سنه نشوف الحاجات دي. ده اللي لا انا فوق 80 سنة مش اوفر دراج، فوق 80 سنة مش هيبقى 135 85، هيبقى 145. بالعكس، بالعكس هيبقى الرينج بتاعه يعلى اكتر اصلا. مش ده. تمام، كويس ان انت صلحت لي المعلومة دي. يعني الكوريكولم ده للناس اللي تحت ال 80 كستيج 1 يعني، لكن حلو، ستيج 2 و 3 ده عادي مش هيفرق معايا فوق ال 80، لانه كده كده هو برضو فوق الرينج اللي هو بتاع ال 145 85. تمام. ولا ما اعتقد عشان بس تايب 1 دايابيتس ده بيبدأ في بيبقى العيان صغير وجايله دايابيتس، وان هو يبقى دايابيتك بياخد وقت اطول من تايب 2 دايابيتس، فالبيشنت ده مور لايبل فور كومبليكيشن. عشان مع كده ان مع انه اقل، يعني هو تايب 1 دايابيتس عامه اقل في الماكرو فاسكولار كومبليكيشن من تايب 2. انا لو ده كنت يعتمد على الكنترول. والله يا دكتور نادر، بتاع اللي هو البلاد شوجر، يعني لو هو كنترول ده كويس خلاص هو زيه زي الطبيعي، انما لو هو ملخبط بيشوف ناس كتير تايب 1 وملخبطين وبيبقوا جايين على سن صغير واخدين كل الكومبليكيشن اللي مكتوبة في الدايابيتس، يعني بسبب ان هو بولي ادهيرنس للتريتمنت يعني. لا ف لكن اظن ان هو مشكلة تايب 2 اكتر، ان هو البروجريشن في الديزيز اعنف، تايب A2 كبروجريشن اكثر عنفا يعني. هي، يعني لا حتى هي مشكلة التايب 2 ان السيمتومز بتاعتها مش واضحة، يعني ممكن يكتشف البيشنت متأخر طبعا. يقعد 5 6 سنين وهو اساسا سكره ملخبط، وفي الاخر يكتشف بكومبليكيشن، هو مثلا سكرين، هو ريتينوباس سكرين كارد، وبعد كده ان هو دايبيتك. انما تايب 1 لا، ده دي كي ايه يعني، لو هو ما راحش المستشفى وتعالج طبعا مش هيعرف الاكيوت كومبليكيشن اعلى في تايب 1، لكن الكومبليكيشن كماكرو فاسكولار بالذات اللي هي الستروك والام اي اكتر شويه مع تايب 2، لان فعلا زي ما بتقول الدكتوره كده ان هو العيان بيتاخر
لغاية ما بيجي يعني. بيبقى uncontrolled لسنين، لما تبقى الدنيا طبعا اتبهدلت خالص بيجي. هو ما بيبقاش عارف انه دايابيتس، لان هو ما انت دايابيتس سي، انت لو الاي 1 سي بتاعك 8 ولا حتى 8 ونص، مش هتحس بيه يعني. اللي هو الناس اللي اراوند 230 يعني، اللي بيبدا ممكن يحس شويه ويتحرك، اللي بيبقى فوق 300. وانا كلمه الدكتوره تيسير في موضوع التايب 1 انه فكر انه بياخد يعني وقت كبير فممكن يجي في القصه دي، فكرتني انا كنا حلينا سؤال قبل كده وكان متكلم على القصه دي، بس هي مش موجوده في الباص ميديسن نوت، انه كان مقسم قال لو تايب 1 او الايش بتاعه اكتر من 40 او كده او كده، كان بيتكلم برضو في قصه التارجت بتاعي قد ايه في البراد بريشر. هحاول ان انا حاول اجيبها لكم، يعني هي عدت، هي موجوده في الفايل اللي احنا حليناه فيه الاسئله، حاول اشوفها لكم برضو، بس هي صعب اعمل عليها سيرش لانه بالفايل التاني صور، بس هحاول ابص عليها ونشيرها الجروب برضو. قصه التايب 1 ليه برضو شويه اعتبارات كده مع الهايبرتنشن. مش عشان كده يعني انا بقول ان هم في النايت جايد لاين بيقللوا التارجت عن التايب 2 يعني، فبيعملوا ريستريكت كنترول اكتر، وخصوصا لو معاه بروتونوريا عشان الاوت كوم كارديوفاسكولار سي كي دي اند سو اون يعني. هي انا النقطه اللي محيراني دلوقتي، هل هم التايب 1 ده يعني ايه الفرق بينه وبين التارجت اورجان دامج؟ يعني التارجت اورجان دامج ده انا بعمله على 130 80، التايب 1 مثلا 135 85، ولا الاثنين بيعتبروا اتحطوا في سله واحده، ولا ايه الحكايه؟ هي لا دي لا، اللي محيراني. هو كاتب ان في سبيشال كونسيدريشن ايوه لعيان دايابيتس تايب 1 ومعاه البيومينوريا، العيان ده تنزل التارجت بتاعه ال 130 80 عشان ما تزيدش الالبيومينوريا تمام صحيح. بس. فهو ده كونسيدريشن لوحده. اما اندو اورجان دامج، الاندو اورجان دامج ده في اي حاجه يعني، مثلا ايه ده غير خاضع ليه عيان مثلا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، يعني ده اند اورجان دامج، او عيان مثلا عنده كرونيك رينال فيلير كريات عالي مثلا. هو ده اللي يعني ملخبطين هنا، حاطين تارجت اورجان دامج حطيناه اول واحده، بعدين كاتبين رينال ديزيز. انا عارف ان الاورجان دامج ده بيحصل في 5 اماكن، يا اما اسكيميك هارت ديزيز بيحصل في الهارت، يا اما في الفيزلز يا ستروك، يا السيركوليشن اما بالظبط، بريفرال ديزيز، يا يا اما في اما البرين بالظبط، يا اما في الكيدني، يا اما في الاي. ما هم انا دول زي ما بقول لك، هو يعني هو هنا بيقول لك العيان اللي هو فايده الاند اورجان ده مش حاجه واحده. ايه هي؟ ان هم لما بيلاقوا عيان، يعني فرضت مثلا انك انت لقيت عيان تحت 80 سنه بس ما فيهوش اندو اورجان دامج او كارديو فاسكولار ريسك 10 يير اكتر من 10%. حلو. تمام. العيان ده في النايس في انجلترا ما بيبتدوش معاه علاج ميديكال، تمام بيبتدوا معاه ايه؟ لايف ستايل موديفيكيشن. حلو. يعني العيان ده بس اللي هو ستيج 1 هايبر تنشن اقل من 80 سنه، ما معهوش الكرايتيريا بتاعه الاندو اورجان دامج، او ما معهوش كرايتيريا اوف 10 يير كارديو فاسكولار ريسك مور ذان 10%، ده تمام بيتعالج ازاي؟ عن طريق اللايف ستايل موديفيكيشن والاكسرسايز والحاجات دي. حلو. هما بيعتمدوا على كده ماشي. تمام فهو ده تمام فايدته. فهو بيقول لك اذا اتوجدت الحاجات دي يبقى حضرتك هتبتدي علاج ضغط، اوفر دراج على طول، اوفر دراج لو اتواجد معاه الحاجات دي. لو ما مش هينفع اتواجدش معاه اللايف ستايل والكلام ده. تمام هتعمله بس لازم ياخد دراج. في الامريكان بقى بعيد عن الكلام ده، في الامريكان اي عيان فوق ال 130 80 تبتدي معاه بدراج. هم ستريكت وفي اكتر. الامريكان كمان يقول اي عيان فوق ال 130 80 ابتدي معاه بكومباينيشن. صحيح، هم على فكرة أصح، فهو لأنه الهايبر تنشن هو اللي بيعمل أثروسكلروزز، وهو اللي بيبقى اللي بيعمل طبعا ستروك طبعا، هو كل انت كل ما بتقل السيستول 2 انت بتقل تقريبا من 8 ل 10% من الانسيدنس في ستروك، ومن تقريبا
من 4 ل 6% انسيدنس اوف مايوكارديال انفاركشن، كل 2%، كل 2، كل درجتين، كل 2 مليمتر ميركري. فده طبعا رقم مرعب يعني. بس فهي دي الفكره ان هو حاطط لك كده. اما السبيشال كونسيدريشن فهي طبعا لو بيشنت كرونيك، لو بيشنت تايب 1 دايابيتس ومعاه قلبي منوريا، ده نزله تحت ال 130، خليه 130 80 بس كده. صحيح، ويفضل الاي اس في اس انهبيتور. طبعا، ما لازم اس او اربس طبعا. صحيح، تمام. طيب دكتور نادر، قبل ما نرجع للاسئله، كان في عدى علينا في الجريس سكور، كان يعني من واحد ونص لثلاثه، كنا احنا بندي اسبرين وبندي كلوبيدو جريل، تمام، وبنعمل اللي هو البرفيوجن ستريس تيست. احنا بنعمل البرفيوجن ده ليه؟ على انا سؤالي بقى، هل علشان افرق ان هو انستيبل انجينا من نون ستيمي، ولا علشان انا عارف ان هو نون ستيمي بس عايز اشوف الاكستنت بتاعها؟ لا، هو انا بشوف بالبرفيوشن ده هو في قد ايه افكتد، مش بشوف ماشي. ان ده ستيمي ستيمي ولا نون ستيمي، مش بشخصهاش بالانزيم، بالبرفيوشن. بالانزيم الجريس هعرفه. سكور، الجريس سكور ده بشوف فيه ايه؟ بشوف الايج، الهارت ريت، السيستوليك بلاد بريشر، الكريات، الكلاب كلاسيفيكيشن، كارديوجينيك شوك ولا لا، اكيوت بالمونري اديما ولا لا، الرونكاي يعني والجاجولار ديستنشن، بشوف في اون ادميشن حصل كاردياك اريست ولا لا، حصل اس تي سيجمنت ديفيشن ولا لا، وحصل حصل الكلام ده ولا ما حصلوش. بس لو اللو ريسك هيبقى اقل من 1%، ده بعمل له ايه لو طلع اقل من 1%؟ أسبرين. اعمل له ديسشارج، بوست ديسشارج تو 6 مانثس، يعني ما فيش مشاكل، لو ريسك اقل من 1%. لكن يعني احنا في اللو ريسك، انا يعني عايز اقسم لكم اللو ريسك نفسه. يعني في اللو ريسك نفسه احنا لو العيان ده اقل من 1%، خلاص بخرجه، وده كده يبقى الامور بتاعته معقوله. العيان اللو ريسك بتاعه 3%، ببتدي له الايس انهبيتور في ديورنج ادميشن، وده بيقلل المورتاليتي. لو العيان اقل من 2%، لو العيان اقل من 4.4 اسف، بيبقى يعني شويه بيبقى فيه كونسيدريشن معاه اكتر سنه من القصه دي. ف احنا ما يعني انا مش عارف، بس عايز اقسمها لكم، بس مش عارف هي هتوه ولا مش هتوه. انا شفت في جدول هم حاطينه هنا في الاسئله، لو حضرتك شايف الجدول ده، مقسمين واحد ونص، من واحد ونص لثلاثه، من ثلاثه لسته، من سته لتسعه، اكتر من تسعه، باين عندك ماشي يا دكتور نادر. ماشي ماشي، ثانية كده. ماشي، ايوه باين. بس احنا مش مطالبين طبعا ازاي يعني السكور ده بتهيألي بيتعمل على التليفون او لا لا، برنامج يعني. مش مطالبين، هو بيتحسب على الموبايل عادي. بس احنا هي الفكره، بس في ان الجريس سكور ده انا بستعمله في الاكيوت كورونري سندروم في النون ستيمي بيشن بالظبط كده، في النون ستيم يعني. تحديدا. فانا ب ب فانا بشوف بيه قد ايه النسبه. فانا عندي ببساطه سهلوها كده على نفسكم، اني انا امتى العيان، يعني انا دخل لي عيان، هل لما يدخل لي عيان نون اس تي ام اي، عايز اعرف العيان ده ادي له ميعاد قسطره امتى؟ يعني هل كل عيان نون اس تي ام اي هدي له ميعاد قسطره لو كان معدي قريب؟ الثلاثة اديله ميعاد. لو كان ميعاد الثلاثه، يبقى لو اللي هم من الانترميديت للهاي، مش هدي له ميعاد، هيبقى لازم خلال 96 ساعه من دخوله عندي. فهمتني؟ تمام.
وبتعمل له فهو وبتعمل له ادميشن يعني يا دكتور نادر، بتعلق له اللي بتعمل هو له ادميشن بتعلق وممكن له ياخد الاجريستات ده. الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، ايوه 72، لان ده خلاص معنى كده ان المورتاليتي عاليه بتاعته، من انترميديت لهاي خلاص انا عندي كده مورتاليتي عاليه، ده بريبيرنج بلاننج ان انا ادخله وزن 96 اور الكاس لاب، وبقى اركب له بقى ال 2 بي 3 اي جلايكوبروتين و مكمل القصه دي يعني. وبعد إذن فهو حضرتك يا دي دكتور نادر، اتفضل يا باشا. لو هو واحد ونص، أقل من واحد ونص ونون ستيمي، هيمشي على أسبرين بس زي ما لا مكتوب كده في طبعا الجدول؟ لا اسبرين أصل هو بلس مكتوب في الجدول، كلوبيدو، لا لا اللي أصل هو مكتوب في الجدول اللي الدكتور حسن عرضه إن أقل من واحد ونص يمشي على اه أسبرين بس. ايوه هل بس ده يعني دي نادرة مش جدا ان احنا نلاقي عيان كده، ما أنا بسأل عشان كده بس. اه يعني نادرا جدا جدا ما تلاقي عيان كده. ما انت اساسا الجريس سكور ده عشان يبقى واحد ونص ده حاجة يعني، يبقى العيان ما فيهوش حاجة يعني. هو لو في تروبونين بس هيبقى زاد من واحد ونص. ما انا بقول لك، فهو انت النون ستيمي اساسا انت بتشخصها لازم يبقى فيه الانزيمز عالية، فهو هنا صحيح. بيحكي في الاكيوت، في الاكيوت كورونري سندروم، ان عيان يا دوبك جاي بشوية شيست بين وشوية تشينجز بسيطة في الاي سي جي، فاهمني؟ بدون بقى ريسك فاكتور وبدون دايابيتس وبدون، لان كل ده هيزود. فهو مفيش عيان هتبقى الواحد اقل من واحد ونص ده الا يعني حاجة بسيطة جدا، عشان كده احنا معممينها يعني ان خلاص انت لازم هتمشي على كلوبيدو جريل فترة السنة الاولى يعني. ده اللي بيحصل في شكرا. الغالب يعني اه طبعا طبعا واحد اقل من واحد دول ونص انتي دي بليتلت يعني، لمدة سنة، اه يا دول انتي اما بليت يا اما معدي ثلاثة هعمل له ادميشن واحط له اي في اجريستات ويتعمل له انجيو خلال هو 90 تحفظوها ساعة. كده ان لازم انجيو خلال 96 ساعة ما دام الجريس سكور بتاعه اعلى من 3 فما فوق، خلاص يبقى هو كده العيان ده داخل في الانترميديت، يبقى معنى كده خلاص ان انا ده لازم اركب له طب هو يعني لازم يعني. موضوع البرفيوجن اللي بتعمل في من واحد ونص لثلاثة ده، يعني ممكن يخليني اعمل يعني ادخله في الانترميديت مثلا لو كان الاكستنت مثلا كبير مثلا، فانا لازم اعمل له انجيوجرافي وحاجة لا بص زي لاحظ كده. يا دكتور حسن، هو كاتب لك ايه هنا؟ هو كاتب لك اوت بيشنت، يعني ايه؟ يعني العيان ده مروحة مش مطلوب مني اني احجز للكاس، لان الكاس لاب دي ده برضو مهما كان عندك مثلا اوضتين، عندك ثلاثه، عندك اربعه، ده عدد محدود. تمام. فانت غير كده انت الكاس لاب ده ليه كومبليكيشن، كومبليكيشن الصبغه وكومبليكيشن الاشعه وكومبليكيشن الانجكشن وهكذا يعني. فانت بالتالي عيان جاي لك بلو ريسك، هو ممكن اساسا يبقى الضيق بتاعه مثلا 50% وحصل مثلا سبازم عليه فدخلك في النون اس تي ام اي وفك، فتيجي تعمل له تقيمه بقى بالبرفيوجن والستريس ايميجنج، تعمل له ستريس ايكو او تعمل له البرفيوجن اللي احنا قلناهم قبل كده الساليوم والتكنيك، تلاقي ان العيان مش محتاج ايه قسطره، فهمني؟ فخلاص العيان يروح ويمشي ميديكال يعني، تمام انا يعني. مش هعرض واحد لو ريسك لا قسطره، لا انا هطلعك، ولان انت لو ريسك فممكن تعمل على مهلك الايميجنج الستريس ايميجنج وتجيني بعد كده نقيم هنعمل قسطره ولا لا. اما اللي اعلى من ثلاثه فانت كده انترميديت تو هاي ريسك، لازم تعمل قسطره خلال 96 ساعه. تمام كده وصلتني. ماشي ماشي تسلم يا دكتور نادر، اشكرك بصراحة. الله يخليك، الله يخليك. طيب نكمل. احنا حلينا السؤال ده، طيب السؤال تاني بيقول 55 year old man with a history of ischemic heart disease present to emergency department with palpitation for the past 10 days
examination of his pulse reveals a rate 130 beat per minute, which is irregular. He has had one previous episode of atrial fibrillation 3 months ago. يعني مش أول مرة يعني تجيب القصة دي. Which was terminated by elective cardioversion following warfarinization, يعني مش self limited. تمام. What term best describe this arrhythmia؟ يعني واحد جاله AF وتحل بالكارديوفيرجن بعد 3 شهور جاله AF وقعدت لمدة 10 أيام، قعدت أسبوع، ومش يعني مش بتروح لوحدها. فاحنا بنسميها هنا ايه؟ هل هنقول عليها باروكزيسمال اتريال فايبريليشن دي اللي بتبقى سيلف ليميتد، ولا اتريال فلاتر ده بعيد كل البعد، ولا بيرمننت اتريال فايبريليشن ده لو فضلت على طول، ولا بريزيستنت اتريال فايبريليشن، ولا سكندري اتريال فايبريليشن؟ دي بتهيألي تأليف، بتهيألي هتبقى كده بريزيستنت. طيب احنا قلناهم ونعيدهم، نبص عليهم تاني برضو نأكدهم. الـ AF في عندنا 3 باترن منها، لو first detected episode بغض النظر كانت symptomatic او self terminating. تمام. وفي عندنا recurrent، والrecurrent دي عندنا البيشنت عنده 2 أو more من الابيسود، يعني بيحصل له مرتين او اكتر. طيب هنا بنقسمها ايه في الابيسود ترمينيت سبونتينيوسلي، هنسميه باروكزيسمال اي اف، لو هي لو سيلف ليميتنج يعني سيلف ترمينيتنج. تمام. نسميها باروكزيسمال اي اف، ودايما بتبقى اقل من 7 ايام، وتيبيكالي بتبقى اقل من 24 ساعه. وطيب لو الاريزميا دي نوت سيلف ترمينيتنج، بتبقى اسمها بريزيستنت اي اف such as episode، وبتقعد اكتر من 7 ايام زي اللي جت معانا، هي ما كانتش سيلف تيرمينيتنج، هي رجعت بالكارديوفيرجن واستمرت اكتر من 7 ايام، يبقى دي بيرزيستنت. طب البيرمننت دي بتبقى كونتينوس اي اف، cannot be cardioverted or if attempt to do so are deemed inappropriate. يعني هو قصده ان هي البيرمننت دي يا اما هو انت جربت تعمله كارديوفيرجن وما رجعش، او if attempt to do so are deemed inappropriate. يعني قصده ايه يعني بالموضوع ده؟ هو يعني ما تعملش لاعتبارات معينه يعني ولا ايه؟ فده احنا بنمشيه على ريت كنترول وانتي كواجليشن. السؤال بس ان هو ايه هو يعني ليه inappropriate؟ يعني احنا مش هنرجعه ومش هنعمل كارديو جيرش اللي هو عيان ده الاي اف، ليه مش هنصينفه يعني؟ دكتور نادر يعني هو هيفضل على الاي اف بس، يا اما ان هو احنا جربنا معاه وما رجعش، او انه في اعتبارات معينه فاحنا مش هنعمل له كارديو فيرجن، صح كده؟ ما هي كده هو بيقول لك ان ده inappropriate فيه انك ترجعه. يعني خلاص العيان ده مثلا ايه، او انت شاكك ان في ثرومبس، او العيان ما فيهوش حاجه تقول ان انا يعني ما فيهوش حاجه مانداتور انه يرجع، او انه يرجع زي ما يرجعش المورتاليتي واحده، يعني زي مثلا انه الايج يكون كبير مثلا، او يبقى في اتريال دايلاتيشن، بتهيألي دي الاسباب اللي كان مبنيين فيها. او عيان روماتيك والليفت اتريوم فيه مثلا 5.5 ولا 6 كبر. ولو اكتر من 5 سنة اللي هي الحاجات بتاع الريت كنترول نعم بل هي نفس الانديكيشن ان احنا بنعمل له ريزم، يعني بنعمل ساينس اللي احنا بنعمل له روت كنترول اكتر، اللي هو مثلا ايج او اسكيميك هارت ديزيز. هو ايوه، لكن في بعض الحاجات هو العكس، يعني بعض الحاجات لازم ارجعه. يعني عيان الهارت فيلير يفضل انه يبقى ساينس، عيان مثلا يانج ايج، عيان سيمبتوماتيك تعبان من الريجولاريتي دي حاسس بيها على طول، كل دول يفضل يرجعوا. طيب هو ليه البيشنت بتاع الاسكيميك هارت ديزيز ما بنساينسوش؟
لان البيشنت بتاع الاسكيميك هارت ديزيز عامه الاسكيميا لوحديها ممكن تعمل الاريزميا دي، يعني في اسكيميك اي اف، فانا مهما هرجعه هيرجع تاني. دي نقطه. النقطه التانيه، انا بيهمني الريت كنترول هنا مش الريزم كنترول، لكن الهارت فيلير يهمني الريزم كنترول عشان السينكرونايزيشن، عشان ينبض مع بعضه الهارت، وعشان انا في بعض الادويه بستعملها تهدي الريت ده لو هي مش موجود، يعني لو العيان ده يقف انا بتحصر في ادويه معينه، يعني مثلا الايفابرادين انا مش هقدر استعمله مع عيان يقف، وهو دواء كويس جدا في الهارت فيلير. النقطه الثانيه ان انا الساينس ريزم معايا بيخلي الكوندكشن اكتر سينيورد بالاس اي نود، فبالتالي كميه الاكتوبكس اللي بتحصل اقل والكونتراكتيليتي بتبقى اقوى. بس هو دكتور نادر هنا كان كاتب في الباس ميديسن نوتس، كان كاتب سببين اتنين، بس هو بيتهيألي في اسباب اكتر من كده، زي ما قلنا الدايلاتيشن بتاع الاتريا معدي مش عارف تقريبا 4.5 او 4 تقريبا، خمسة. كان خمسة. خمسة. هو خمسة. النورمال بتاعي 4. هو النورمال المفروض بتاعنا 4. هو احنا هو في كتب كاتباها 5 وكتب كاتباها 5.5، والامانه احنا ماشيين على 5.5، تمام. ف5.5 بيبقى هيوجلي دايليتد، فبيبقى كده ولا كده هيخش عيان مثلا العكس، عيان في رايت سايد في مشكله رايت سايد كبيره، يعني مثلا في رايت سايد دايليتيشن، في مثلا عيان كونجينيتال وفي اي اس دي وعامل له رايت اتريوم دايليتيشن، دايليتد رايت اتريوم بشكل كبير، عيان في رايت رايت في بالمونري هايبرتنشن كبير، يعني في كذا حاله يعني. بس احنا يعني هو دول كويسين، الاسباب دي معقوله، عيان اقل من 65، عيان سيمبتوماتيك، عيان اول مره يجي له لون او سكندري كونجست هارت فيلير، يعني دول الاساسيين اللي بيرجعوا يعني اللي لازم ترجعه. تمام. طيب في البيرمننت اي اف احنا عندنا حاجتين، يا اما كونترا انديكيتد او احنا حاولنا نرجعه وهو رجع، يعني رجع اي اف تاني. لا بص يا دكتوره، البيرمننت يعني العيان ده كان دكتور نادر انا بتهيالي ان هو ما رجعش، يعني دكتوره على ما يجي دكتور نادر بتهيالي ان هم حاولوا يعملوا له سواء الكتريكال او فارماكولوجيكال وما رجعش معاهم، ما رجعش او في كونتر. او ان هو انا ما ينفعش ان انا اشتغل عليه باللي هو اللي بيسموها الريزم كنترول، يعني ان انا يعني ارجعه ساينس، سواء ان انا ما ينفعش استخدم القصه دي او ان انا حاولت وما رجعش معايا، فكده بقى بيرمننت هيمشي بقى على انتي كوجولنت وخلاص. طيب ناخد سؤال على ما يجي الدكتور نادر. Each one of the following may cause the left bundle branch block except ايه اللي يعمل left bundle branch block؟ كلهم يعملوا left bundle branch block except يعني اللي يعمل right، يعني قصده هنا هل كارديوميوباسي فصل ورجع عندي الصوت. دكتور تيسير كان بتسأل بالنسبة للي ما رجعش، اللي هو اللي أنا عملت له كارديو فيرجن وما رجعش، مش عارف تحديدا السؤال كان إيه، ممكن تقوليه يا دكتورة؟ أنا بتكلم إن هو دلوقتي البيرمننت، لو إحنا دلوقتي هو إيه إف وحاولنا رجع يعني نصينصه وهو حصل له ريكارنس، ده بيرمننت ولا هو أساسا حاولنا نصينصه وهو ما رجعش؟ يعني حضرتك حاولت تقلبيه ساينس ريزم وهو ما رجعش؟ ولا لما احنا جينا نصينصه مثلا حصل له ريكرنس اي اف مثلا اكتر من مثلا تو اوبيزودز مره، يعني مرتين مثلا، هنعامله على اساس ان هو بيرمننت وخلاص؟ لا هو كده بيرزيستنت اي اف، يعني ما دام رجع خلاص ده بيرزيستنت. لكن بيرمننت يعني ان هو مش راجع، مش بيقبل يرجع. اه
وفي تقسيم تاني، هم كان في حاجه اسمها كرونيك اي اف. كرونيك اي اف يعني العيان عدى عليه سنه اي اف، تمام. ده خلاص ده ده هيبقى بيرمنت. تمام. يعني كرونيك اي اف دي برضو يعني عيان مر عليه سنه، فهو دول خلاص احنا مش بنرجعهم، دونت تراي يعني. تمام. طيب طيب إيه، ناخد سؤال. Each one of the following may cause left bundle branch block except، اللي بيعملوا left bundle branch block ما عدا cardiomyopathy، الاتريال septal defect، الاوستيوم سكندم، والهايبرتنشن، والايديوباثيك فايبروزز، والاسكيميك هارت ديزيز. ايه رايكم؟ اي اس دي. الاي اس دي اللي هي الاوستيوم سكندم، الليفت باندل برانش بلوك. هنا بيقول الدياجرام بيلو شو التيبيكال فيتشرز بتاعت الليفت باندل برانش بلوك، اللي هي بيبقى في الفي 1 والفي 6. في الفي 1 هيبقى عندنا ار اس، ار صغيره معاها اس كبيره، او اللي هو اللي بيسموها مش عارف الار ار داش باين تقريبا، دي النوتشت. One of the most common way to remember difference between left bundle branch block or right bundle branch block، كلمة ويليام مارو. طبعا ال ال بتاعت ويليام والار بتاعت مارو، فهنا في ال ال هيبقى ال W هتبقى في ال V1 وال M هتبقى في ال V6، على العكس من المارو هتبقى ال M هتبقى هي في ال V1 وال W هتبقى في ال V6. اوكي. طبعا هو بيتكلم على الايكوز بتاعت الليفت باندل برانش بلوك، من ضمنها الاسكيميك هارت ديزيز. طبعا ده سبب مهم ومحترم، عشان كده بتاع الاسكاربوزا كريتيريا والقصه دي، الهايبر تنشن، الاورتيك ستينوزز، الكاردوميوباسي، وفي حاجات رير زي الايديوباسيك فايبروزز او دايجوكسين توكسيسيتي او هايبر كاليميا. نيو ليفت باندل برانش بلوك از اولويز باثولوجيكال and maybe a sign of myocardial infarction. Diagnosing of myocardial infarction of patient with existing left bundle branch block difficult. عشان كده هم عملوا حاجة اسمها سكاربوزا كريتيريا، اللي بتساعدنا نعرف هل هو عنده فعلا myocardial infarction ولا لا. طبعا احنا كنا انا كنت شيرت الفيديو اللي بيشرح القصة دي، بس يعني ايه لو دكتور نادر يحب يعلق عليها مفيش مشكلة. ما كانوا في ثلاث حاجات في الاسكربوزا، كان اثنين كونكوردنس وواحدة ديسكونكوردنس. اثنين كونكوردنس، كان أول واحدة إن أنا لو لقيت الكونكوردنس يبقى بوزيتيف كونكوردنس، يعني هلاقي الار ويف لفوق والاستي إليفيشن برضو لفوق، اثنين مع بعض طالعين لفوق. لو لقيت الـ ST elevation أكتر من 1 ملي يبقى كده أنا هدي 5 نقاط، تمام، في أي ليد. تاني واحدة اللي هي النيجاتيف كونكوردنس، إن هو يبقى عندي الاتنين باصين لتحت، يعني هيبقى عندي ST depression مع الـ QRR. QRR is complex، بص لتحت. لو الاتنين اللي تحت مع بعض الاس تي ديبريشن 1 ملي في في 1 و2 و3 تحديدا، في 1 و2 و3 انا هدي 3 سكور. طيب في حاجه بقى اللي هي ديسكونكوردنس، يعني يبقى الكومبلكس بص في ناحيه اللي هو بص لتحت زي دي بتهيألي، والاس تي اليفيشن معدي 5 مربعات صغيره، ده هدي فيه 2. وفي الاخر بنشوف النقاط، لو كان اكتر من 3 ده بيقول ان هو مايكاردال انفاركشن، لو كان اكتر من 3. طبعا السبيسيفيستي في تبقى 96%، بس السنسيتيفيتي قليله 20%. ده اللي انا فاهمه من الموضوع الاسكاربوزا كريتيريا. عدي. طبعا الفيديو فيه، انا فيديو شيرته على الجروب، طبعا بشرح الموضوع ده بطريقه جميله. Where is the most common site for a primary cardiac tumor to occur in adult?
برايمال كارديك تيومر يحصل فين اكتر حاجه؟ في الليفت اتريوم، في الرايت فينتريكل، في الرايت اتريوم، في الليفت اتريال.